إيكوسبور. مرحبا بكم في موعد جديد من إيكوسبور. البداية بالترجي الرياضي التونسي بعد فسخ عقد المدرب البرتغالي ميغيل كاردوزو البارح 3. المدرب اسكندر القصري كان أشرف البارح على أول حصة تدريبية للفريق بمساعدة شمس الدين ذويدي. تعيين القصري هو تعيين مؤقت، تقريبا زوز مباريات كهو مباراة سيابي الجولة الجاية نهار السبت ومواجهة نجم الساحلي لحساب الجولة 7 من رابطة المحترفة الأولى، إلى حين تعاقد مع مدرب أجنبي. بخصوص موضوع المدرب، فما عديد الأسماء الأجنبية مطروحة على طاولة رئيس نادي حمدي المدب، ومن أقرب الأسماء إلى حدود اللحظة هذه هو المدرب أمير عبدو مدرب المنتخب الموريتاني. المدرب هذا كان وصل لتونس البارح في ساعة متأخرة، ومن المنتظر أنه باش يجتمع مع رئيس النادي حمدي المدب. طبعا كل هذه الأسماء تبقى مقترحات ومازال ما فما حتى اتفاق رسمي إلى حدود اللحظة هذه. من الترجي الرياضي التونسي للمنتخب الوطني، كيف كيف بعد اعلان الجامعه التونسيه لكره القدم البارح في بلاغ رسمي انهاء العلاقه التعاقديه مع المدرب فوزي البنزرتي بالتردي بين الزوز اطراف. البنزرتي نذكروا انه كان قاد المنتخب في 4 مواجهات ضمن تصفيات الكان، حقق فيهم زوز انتصارات وتعادل وهزيمه. وغدوه الخميس عوده منتظره لرئيس هيئه التسويه بالجامعه التونسيه لكره القدم كمال ادير بعد انتهاء اشغال الاتحاد الافريقي لكره القدم في اثيوبيا، واللي من المنتظر انه باش يتم اثره الحسم في مساله المدرب، خاصه وأنه زوز مواعيد مهمة تستنى في عناصرنا الوطنية شهر نوفمبر القادم أمام كل من مدغشقر وغامبيا في تصفية الكان. الأولمبي البيجي أعلن منذ قليل عبر صفحته الرسمية تعيين الملعب البلدي بمجلس الباب لاحتضان مباراة الفريق ضد النادي الإفريقي. المقابلة هذه مبرمجة نهار السبت 26 أكتوبر انطلاقا من 9:30 لحساب الجولة 6 من رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. المقابلة هذه باش تكون بحضور جماهير الأولمبي البيجي بعد استيفاء العقوبة. في كرة السلة تتلعب اليوم 4 مقابلات الجولة 8 انطلاقا من 6 متاع العشية. نادي الافريقي يستضيف شبيبة المنازه. نادي كرة السلة بالمهدية يواجه النجم الرادسي. الدالية الرياضية بجرومبيليا